قال الشيخ القاضي أبو علي محمد بن علي الشعيلي: هنئتم بالعيد السعيد. كأن هلال الصوم عن شهرنا سري، وما عاد مرئيا بذا اليوم في الفجر، وما من نفور عنه لكن سيره حثيثا بتقدير المهيمن ذي الأمر. يقدره رب السماء منازلا كعرجون نخل عاد في الشكل والقدر. وكيسنا من دان نفسا مجاهد لها عامل بالعلم لا ذال ابتغى الأجر. وكيسنا من دان نفسا مجاهدا لها عامل بالعلم ذال ابتغى الأجر. ومن يستغل الوقت في نفع نفسه ونفع بني الإسلام في السر والجهر. ومن يتق المولى الكريم ويرتقيه بأخلاقه الراجي رضا الله بالصبر. وذا قمر يبدو هلالا مولدا بأول شهر ثم بدرا بلا نكر. غدا في المساء شوال يبدو هلاله ونفرح بالعيد السعيد وبالفطر. وبعد غد عيد وفطر وفرحة وفتح بإذن الله ذي القهر بالنصر. فأدوا زكاة الفطر طهرا وسارعوا إلى الخير إن هل الهلال بلا كفر. وميقاتها من بعد إهلال فطر ما إلى أن تصلي العيد بالصبح في طهر. وميقاتها من بعد إهلال فطر ما إلى أن تصلي العيد بالصبح في طهر. فأخرج هداك الله صاعا مقدرا بخمسين مع ألفي جرام من التمر. ومن زاد ذا خير ومن كان مخرجا فيخرج من قوت الطعام على قدر. من الأرز أو بر ومن ذرة ومن شعير وإلا من زبيب بلا خسر. فذا الصاع عن نفس ومن كان عائلا فعن كل نفس عالها الصاع فلتجري. فيلزمه إخراجها دون نقصها لكل فقير معسر ظاهر العسر. كذاك لمسكين ومن كان عاملا عليها وكل المستحقين في الذكر. وكن لابسا ثوبا جديدا وقاصدا بقلب سليم دون بطر ولا كبر. إلى سنة العيد السعيد مكبرا إلهك في ممشاك بالسر والجهر. لنحو المصلى واتق اللغو والأذى وإن أبت فاسلك غير دربك في البكر. وصل قاطعا واعطف وكن متزودا بزاد التقى وارحم صغيرا وذي ضر. هنيئا لكم عيدا سعيدا أحبتي أتى بعد إتمام الصيام بذا الشهر. عسى ولعل الله يظهر دينه يعجل بالنصر المبين على الكفر. وصلى إله العرش ما لاح بارق وغرد في أشجار أريافنا القمر.